عندما تتفق الكتل السياسية تغيب الإرادة الشعبية، هذا هو اختصار مسألة مطمر النعمي الذي تبين من بيان البلديات المعنية، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالتمديد للمطمر لثلاثة أشهر. تم التداول بحيثيات القرار المبهم الذي اتخذ مساء أمس في مجلس الوزراء، وتم الاتفاق على ما يلي: التأكيد على الاستمرار في الموقف القاضي بإقفال مطمر النعمة بتاريخ 17/1/2015، وإبقاء الاجتماعات مفتوحة لتدارس الأوضاع واتخاذ ما يقتضي من قرارات بعد الاجتماع الذي سيعقد في دارة الرئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط بحضور وزراء المالية والبيئة والداخلية والبلديات. هذا الموقف الذي جاء بعد لقاء عقد في بلدية النعمة وضم ممثلين عن البلدات المعنية بالمطمر وممثلين عن المجتمع المدني أرضى البعض فيما تحفظ عليه آخرون. كان مفروض يطلعوا ويقولوا لنا أنه هاي الأرض موجودة بالمحل الفلاني، بدها شهرين تجهيز أو أربعة أشهر تجهيز أو ستة أشهر تجهيز، ما نحن مع التجهيز. الأهم شيء أنه نضلنا العالم كله متكاتف كله مع بعضها، إذا ما في تكاتف كل العالم مع بعضها يعني المفروض ينزل العالم الشعب ينزلوا شوي يتحركوا لحتى تحس العالم أنه موجود. نحن مصرين كمنطقة أنه اكتفينا، بعتقد أنه 17/1 هو لازم يكون نهائي للإقفال، بس بنفس الوقت في قرار طلع مبهم، بدنا نتأكد بكرة باجتماعنا مع رئيس اللقاء الديمقراطي بأكد لنا شو صار بهالجلسة. هل تفرق السياسة ما جمعه الحس الصحي والبيئي؟ لما لا؟ فهي لن تكون المرة الأولى التي يتفق فيها السياسيون على الإرادة الشعبية.